اهلا بيكم حلقه جديده من حلقات برنامجكم عرض خاص. دايما في برنامجنا بنقدم فقرات من زمن الفن الجميل، بتكون قديمه لكن اكيد بتكون مختلفه، واكيد بتكون مختلفه لاننا فعلا بنختارها بعنايه علشان تعجبكم، وطبعا بتكون فرصه لكل اللي ملحقش يشوف الزمن الجميل يشوفه في الوقت ده، وخاصه بقى لو كان النهارده الجمعه وناس كتير عندها اجازه، فلو محدش لحق يتفرج يوم الاحد او اي يوم من ايام الاسبوع ممكن يشوف النهارده يوم الجمعه. في برنامجنا بيكون معانا ثلاث فقرات، ممكن يكون جزء من مسرحيه، جزء من فيلم، بس اكيد معانا جزء او اغنيه كامله مش جزء من اغنيه. النهارده هنبدا اول فقره معاكم، والفيلم الروائي القصير تاكسي. والفيلم ده بيحكي عن سائق تاكسي بيتعرض لعده مواقف، والمواقف دي طبعا بيعيشها مع مجموعه من النجوم، والنجوم دول سناء جميل، صفاء ابو السعود، زيزي البدراوي، صلاح منصور، محمد رضا، عادل ادهم، فريد شوقي. طبعا لكل منهم هيكون في حكايه، والفيلم ده سيناريو وحوار ممدوح الليسي واخراج نور الدمرداش. طبعا كلنا لما بنركب تاكسي اكيد بيحصل لنا مواقف او حاجات ممكن تكون طريفه او حاجات مش حلوه، المهم انها مواقف ممكن تكون بتعلق معانا. ده اللي ممكن نشوفه دلوقتي من خلال فيلم تاكسي. تعالوا مع بعض نروح نشوف ونرجع تاني عشان نواصل تقديم الفقره. ودلوقتي جه معادنا مع الفقرة التانية. الفقرة التانية هتكون مع الفنان حلمي المليجي. لكل اللي ما يعرفش الفنان حلمي المليجي، الفنان حلمي المليجي اتشهر جدا بتقليد الفنانين وفن المونولوج. النهاردة هنشوف وهو بيقلد فنانين. طبعا كلنا بنحب الفقرة دي، وخاصة اللي اتشهرت بيها الفنانة الجميلة جدا لبلبة. هنشوف النهاردة الفنان حلمي المليجي وهو بيقلد الفنان محمود المليجي، الفنان عادل إمام، الفنان القدير يحيى شاهين، والفنان يونس شلبي، والفنان إسماعيل ياسين، وعبد الفتاح القصري، وفاخر فاخر، مع الفنان عماد حمدي، ونجيب الريحاني، ومحمد صبحي، وكتير غيرهم من النجوم. مش هنضيع وقت ونروح نشوف فقرة تقليد الفنانين ونرجع لكم دي. بعد ما شفنا فقرة تقليد الفنانين، دلوقتي جه معادنا مع الفقرة الثالثة والأخيرة. وطبعا بمناسبة ان الشوارع فاضية ويوم الجمعة والجو رايق والناس أجازة، أكيد ممكن يكون في فرصة ان يكون في جو رومانسي. وبما ان في جو رومانسي هنسيبكم مع أغنية رومانسية للفنانة الجميلة جدا نجاة. الفنانة طبعا الجميلة نجاة أول حد قدم لها لحن كان محمود الشريف في أغنية أوصفولي الحب، وبعد كده قابلت الموسيقار محمد عبد الوهاب في لحن كل ده كان ليه، وغنت بعد كده من الالحان كبار الملحنين زي سيد مكاوي، حلمي بكر، بليغ، حمدي، كمال الطويل، محمد الموجي. وكمان الفنانه نجاة زي ما قدرت انها تتميز جدا في مجال الغنى، كمان قدرت انها تكون ليها بصمه في عالم التمثيل. ومن اهم اعمالها السينمائيه غريبه الشموع السوداء، ابنتي العزيزه، جافه الدموع. ودلوقتي هنسمع مع بعض أغنية مش هاين عليا أودعك، كلمات مأمون الشناوي، ألحان بليغ حمدي. بتهيألي الأغنية لايقة جدا مع آخر فقرة مش هاين عليا أودعك. تعالوا نسمعها ونرجع لكم علشان نختم الحلقة. وبكده تكون خلصت فقراتنا النهارده. هو دايما كده الوقت الحلو بيعدي بسرعه. النهارده ممكن تكون حلقتنا خلصت، لكن فقراتنا عمرها ابدا ما بتخلص في عرض خاص، فقرات من زمن الفن الجميل ناس كتير بتحب تتفرج عليها وتستمتع بيها. اللي يحب يتابعنا يشوفنا كل يوم الساعه 11 ويوم الجمعه الساعه 10، وكل ده على الهواء مباشره. نشوفكم بكره ان شاء الله في عرض خاص. تحيات كل اسره البرنامج ليكم، كنت معاكم على الهواء رويده هشام. سلام.